كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيث ما تنسلم ربي فلاون السلام عليكم ورحمة الله هذا هو المجلس رقم 28 من مجالس شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة وصلنا إلى موضوع الحروف نبضد الموضوع الحروف أكوين سمكثير نناد باللي جميع اللغات كل اللغة تسعى الخصائص لكاركتيرستيك كل لغة عندها خصائصها واللغة الأمازيغية تسعى الخصائصين ذي أما ذي الحروفينس ثيكوا لسين الحروف ساعة المعنى ما دي نظهمة لو كان الصينضي والنظم هم مرثي فهم أرى مي قبيلة في فهم هما صرفقا هما ذي التنبيه هما ذي الأمر بالمعروف هما النهي عن المنكر هما إذن أولا قين هما من خصائص أنت مازيغ تمازيغ هكا مردنيني ذادة لو كتفض ذي المعاجم وتفضل معنى يستقبلي ذادة لأنه ذي تعرف مدنية في المعاجم أكبر وأول معجم في اللغة العربية هو معجم العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي السؤال مطروح لماذا سماه بمعجم العين ذاك ثورة لابد من البيان إلا مقارن الترتيب من ألف باء الألف بائي ألفون باءون تاءون ثاء إلا الترتيب أكيو كيحفظن مدن ألفون كي صغار ندير لكم وقيت ترتيب ألف بائي ولكن الترتيب اللي أظن سميس ترتيب أبجدي ذا شو مقصود ترتيب أبجدي أبجد هوز حطي كلامون صافص قراشد ثقي ذا شو تعرف ما ركينا في كيد كان ترتيب أدي ما ترتيب ألف باء إذن ألفون باءون تاءون ثاء نكا إلى ترتيب الأبجدي أدين ألف باء جيم دال ها واو يا إلى آخره صافي وقيت ترتيب أبجدي مش فاهم إلى ترتيب صوتي ترتيب صوتي ترتيب صوتي يجي حسب مخارج الحروف مردني ضع ألفون سيجدي فل ألفون باءون سجيميا هذا من الشفتان باء ولكن الخليل بن أحمد الفراهيدي إفذاسي العين أن يكذ الحرف ديفغان سيجي سيدخل عين الترتيب ينس ترتيب صوتي طبعا هذه المسألة دقيقة جدا سنشير إليها كل مرة نشير إلى بعض المعلومات خطر نحو جنسين تمسلقي لو كنت ورا سمحتي السنضيون ثاروا مثل A, B, C, D, F, G سننت إذا سكان ويزيغ ألفون
لو قالت يسن وقيمة يسن ألف باء وتسين على الأبجد هوز ترتيب الأبجدي أبجد هوز حطي كلامون سعفص. ما الترتيب الصوتي؟ صعب جدا خطر لقاك دياوي الحروف أكني تفغنت أكني تورت بنت أنوي إذا مزور ذعين نغذها فغنت تسقيوت اللازون تسقيوت مقارفنت ميثات زوارثة وقي قوس مهم إلى قوس نظن مهم جدا يكون أشرنا إلى المعجم ما ردي نظم معجم صاروا مثل نظم ديكسيونير صح بس تعرفي غير السمان معجم أي غير السمان معجم معلش المجال مفتوح لكم وني بغاندي جاوب يدي جاوب تفضل لماذا السمان معجم الديكسيونير ستعرف ما استقبلت اسمي اسم معجم ديكسيونير استقبلت اسمي اسم أموال هذا المسفى استعرف أي غير السمان معجم زيد أرنفت اجتهدوا معليش ولو بالخطأ معليش الدغالغ ثورة الكتاب مزور دي فان دي تعرف دي المعاجم للخليل بن أحمد الفراهيدي إن أصل الكلمة عين جيم ميم إنك الحروف هذه مرمليلنت تفيد الغموض تفيد الإبهام حاجة مبهمة حاجة مبهمة غامضة ودفنرة تطلق عليه هذه الكلمة بدليل البهيمة الحيوان مدام انتقارة أشين العجمة طهورك ذو العصر اسمي سنت العجمة طهورك ذو العصر اسمي سنت العجمة أي غير العجمة خطر سرية يون مي زال طهور ذا شو انت صور سيدي غرام تظهر ذا شو بزيدا يما يزول المغربة كذل عيشة تظهر لذلك طهورك ذو العصر اسمي سنت الفقه الظهران أماكن المغرب العيشة اسمي سنت العشاءان واسمي الظهر العصر العجمة أي غير العجمة أخطر غامضة ونظرة شو دي غرا شفو ثس العين جيم لقي الكلام صاحب العين الخليل إنك لذلك سمي المعجم بالمعجم لأنه يزيل الإبهام ويزيل الغموض أذي ليوم بوال عس عسى وفي سنة بدم غامض من المثغر الديكسيونير المعجم أكتدي السفهم إذن الإفهامني أسفهمني معناه إزالة العجمة إزالة الغموض إزالة الإبهام مسفهم؟ لذلك مدن الشرح مثل مدن في كلمة عس عسى ذي القرآن لأنها تفيد المعنيين المتناقضين يخشى إما أقبل نغ أدبار والليل إذا عس عس يقولون تسيسين رشو المعنى عس عسى سوى ما يغلغ المعجم ميغلث يفبلي المقصود بكلمة عس عسى إما أدبار نغ أقبل لذلك المعاجم أفدنس الحروف المادة الأصلية للكلمة أثير المادة الأصلية باش دي السفغ المعنيين يلا لو كاشيني قاعدة جلسة هل ترى كيف كيف نغالب قاعدة جلسة المعنى العام هنا كيف كيف مش كيف كيف مش كيف كيف قاعدة تطلق على القائم الذي قعد ما يفديون يقيم الدين قاعدة من قيام
إلا يفد أسمي قيم أدين قاعدة إما إلا يثكى إلا ذي القاع يثكى يكسل من بعد أدي سقمي مانيس أدين جالسة صافي لقد استخدم ضوال دقم كانيس. الدليل في الحديث النبوي الشريف النبي عليه الصلاة والسلام اسمي الله متكئا الميد يوضع الزور قول الزور إن يكفى جالسة هيا بدينا القاعدة خاطر كون دينا قاعدة أنفهم باللي لا يفد من بعد يقيم ندى مستخدم كلمة جالسة المعنى يسيثكا أبري سقم ديمانيس فجلس وبعد النبي عليه الصلاه والسلام الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور خطر قول الزور يوار مليح يا سيدي السعواد راوي الحديث الناد إن كلمي قلنا ليته سكت يعني توكيد فلس مليح في غادي نيغ ذي ثعرف والعربية عميقة جدا هيك لن تطاس يعني المعاجم تسنادين ديس وعلم الأصول يفنغ تعرف لذلك ساقي ميدن بضغ الحروف إلى قال السين مع الإنسان مع أن تثقي كان جان حواجيت سواطة بعد أن يغال أماكن ذي الدرس نيعدان أدنهضر أثر السياق في تغير دلالة الألفاظ أثر السياق أذي يبدل المعنى حسب السياق نفكاد يونواس للناد ما إلا الشهيد نغانت ينغث وعذاو إذا من ما يخلطك يعني يومس ذي ذمن ودن قرارا تلطخ بدمه لا يشمث يومس أدينيض تخضب بدمه من الخضاب الخضاب ذي الحني خاطر إذا منيس شبحنت ماشي تومسي قومس خاطي ويني فرقني جارسنت هذه استخدم أولي نسفن أولي لقن ما إلو أنت السينة أنت خلضاك قدال نكتل ديضمي لا لذلك المسائل قد تعلمنا الضبط والدقة إمد دي بض صاحب الكتاب جمع الجوامع تجدين السبكي إلى موضوع الحروف واش قال مجموعة من الحروف إفكار ذي المعنى سنت يعني الحروف أحدها إذن إذن وقلنا شرح يثيد ثورا السيقي ميرد ربي أنفذو ذي الحرف ويس أربعة مع المجلس رقم 28 الحرف ويس أربعة أي إذن أي قد تفيد التفسير أدوض كلمة غامضة أسيد شرح أي معناه تدفسر وقيل معناه يس مرد نيض مثلا أشيني قصورة شو قصورة يعني؟ أي أسد أتيد نشرح سوى نتواسنن خطر يتواسنن ذي الأسد ذي زم مرد نيض قصورة تواسنر الغش صافي هي غامضة وتحتاج إلى تفسير ولكن تفسر بالمعنى المعروف المتداول أدي نضي يفقع بلاش كيف فهمنا كل قبيل يفقع معنى يس يقال مي ماذا بغاز في التفسير نداكي نعزازقا وضواحيها أدي نضي يفقع غور النغل معنى يس يرفع المعنى يزعف أكا إذن أي تفسر المبهم أي تفيد التفسير كقولها مثلا الليث الليث ذا غدي اسم جيزم من كديني القصورة معناه الليث ممكن بالك مي بشات السوري أخي فهمن إنس الأسد ومثل نظر البيان اللغة المحلية فهمن بريديزم على بالكم يزم وقاسي قرن محروم قبيلي ام حرومة ام حروم على الميس ديزم ام حروم ديزم سقبيلي اذا دائما الاي تفيد التفسير
وكذلك تفيد الاستفهام ممكن حسب السياق كقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا سورة التوبة الآية 124 أيكم ذكي أي تفيد الاستفهام أنوي مثرنا الإيمان الآية قد يفكى ربي أنوي مثرنا الإيمان أيكم زادته هذه إيمانا وطبعا كل الأدلة من القرآن الكريم وكذلك زمدس موصولة كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا بكسر العين في سورة مريم الآية 69 إما غداس دالة على معنى الكمال الكمال البشري ما دير مثلا أديني فلان كريم أي كرم الفلاني ذا كرمي مليح زما ديني إن كمال غرس الكرم ذا كرمي مليح أي كرم ما دير أي ذاكي تفيد الكمال تدل على الكمال أكا أما ذي العلم أما ذي الكرم أما ذي ثرقزة أما ذي بكل شيء أي كرم أي فلان كريم أي كرم فلان شجاع أي شجاع أي شجاع وهكذا نتكون ووصلة لنداء ما فيه أل مثلا إزمرت كقوله يا أيها الناس سورة يونس 23 سورة النساء الأولى يا أيها الناس إن يا أيها الحرف الخامس خامس إذ إزمر ذي لي اسم للماضي ظرفا إذ كلمة يعني الحرف أجين إذ إزمر دياس للاسم للماضي ظرفا مثلا كقولنا أدينيض جئتك إذ بزغت الشمس يعني وسيغ ضرورك نغار زغد فلاك ذي الظرف ميدي شرق يطيش ميدي شرق يطيش ودني دار الساعة ستة نص ستة ونص شدت سيطيش ميدي شرق يطيش نغمي غرف يطيش نغمي مدغلي لهوة نغمي دي وثدفل إلى آخر إذ أماكن زمر الدس في سياق آخر الدس مفعولا به أكردس مثلا ربي مدينة واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم سورة الأعراف الآية تقريبا سندين تقول الشفي غيرها لا أذكرها سورة الأعراف زر سورة الأعراف إذ يعني واذكروا إذ كنتم قليلا ثلاث شويط فكثركم ربي يفكيون الفركة وطبعا لقيت تكثير ماشي تكثير العدد خطر في كوال غزوة بدر المسلمون قليل بالنسبة للكفار المشركين ولكن سل القدرة ربي ثني ربي أطاس ونكون قرص تعرف استقبيته كنا كي جعل ربي ذا طاس أعطيكم صحيح كون جعل ربي ذا ذروم يصروا يونا غروم يفعل فلاون وفلان غلهمون طيب ثورة نغال زمر الدس بدلا من المفعول مثل مدينة ربي سبحانه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء تجي على لسان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام هذا يعني من خطاب موسى لقومه أشو سنينا كما يحكي القرآن اذكروا نعمة الله استقرار القوم ينس مكثث النعمة ربي سبحانه عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وعلى بالكم شحال الأنبياء يدي شقع ربي سبحانه سي بني إسرائيل تلقي سورة المائدة الآية رقم 20 تا
هاكي تساد بدل من المفعول أكد سد الآية، معناتها حينما نترصد الآيات القرآنية أن نفتعدد معاني الحروف حسب السياق. وعلماء اللغة ترصدوا هذه المعاني، معاني الحروف، ثم جمعوها وقدموها لنا لمعرفة دلالاتها ومعانيها حسب سياقاتها المختلفة. إذن قد تأتي بدلا من المفعول، مثل هذه الآية: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، سورة المائدة الآية 10. ممكن الدس في سياق آخر بمعنى مضاف ومضاف إليها، من ناتورا ممكن تكون مضاف إليها اسم زمان، اسم زمان مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قلت السادة سورة العمران الآية 7: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا، الآية 8: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إذن إذ ذاكي لشو ذي المعنى ينس تسد في شكل مضاف إليها اسم زمان، يعني الهداية كل يوم هديها ربي، وهذا هدى ربي في 20 سنة وفي 14 سنة وفي 40 سنة، كل يوم يسعى زمن الهداية، يسعى زمن الهداية. ذاكي الآية تعلمنا باش ندعو الله عز وجل بدوام النعم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إزمر الدس كما قال تاج الدين السبكي: وللمستقبل في الأصح، الدس المستقبل مثل أدنو الآية، قال الله عز وجل: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، مع أن تذكر ديها الضرب في سورة غافر الآية 71، ثقي أشق تراجون الكفار المشركين يوم القيامة للمستقبل، ماشي فيني عدان غرز ذات لاخر يوم القيامة، مازاليث مازال ديبيض أدياس غرز ذات. صحيح كل آت قريب، ربي أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ودينا راه يأتي خطر بيقين مادام ربي دينان يبي يدس فعل المضارع، دينا راه يأتي فعل المضارع عادية سينك يساد، معناتها على ربي قزم دينا ولاقي، معناه بيقين أي نكفغا أذي ضرو. يلا صافي ذا قيمة دينا ربي سبحانه، فسوف يعلمون في المستقبل إذ الأغلال، يعني إذ سراجون يوم القيامة في أعناقهم. ممكن ترد في معنى آخر، ترد حرفا أو ظرفا، مثل ما استنيض الفلاني استنيض: أجزتك إذ نجحت، أجزتك إذ نجحت، نكرمك إذ نجحت، أكن كرم مرث نشهد، يعني ذاكي ثسات للتعليل. ثورة نغال للمفاجأة، الزمرة دي للمفاجأة، ودينا ولقي سيبوه، سيبوه صاحب الكتاب مثلا حيني في كوال حيني مثلا: كنت أطوف حول الكعبة إذ رأيتك تطوف، يعني ورزرار بلو ليش تروح لصخام ربي، فوجئة ولكن مفاجأة الفرحة، إذ يعني إلا يخدم الطواف المكيوالا للمفاجأة، ممكن ترد بمعنى المفاجأة. السادس إذا، الحرف السادس إذا، خطر إلا إذ ثورا بضد إذا، إذا مباشرة للعلماء دينان مثل ابن مالك مثل الأخفش
بدر الأخفش هو تلميذ مقرب لسيبويه. إلى وينك يخدم سيبويه خاصة مثلا في العروض في اللغة أنت يكملي تلميذ ينس أخفش. ابن مالك وقي صاحب الألفية المعروفة الألفية في النحو وقذقي ناند إذا تفيد معنى المفاجأة أمن تسثم إذ كيف كيف تمشابي. صاحب المبرد وهو إمام العربية ذي بغداد المبرد طبعا الكتب كلها سنأتي بها في مستقبل الأيام كما فعلنا فيما سبق نبذ مثلا كتاب الخصائص لابن جني نبذ الكتاب لسيبويه أدنى كل كتب معاجم اللغة العربية سنستفيد منها كثيرا يعني خطر تسيقذكي تسيلي وانت مسني تسيقذكي تسيلي وانت مسني. لذلك الإمام الشافعي يلا كنت في تغيث الحاجة يخدمت الخليل بن أحمد الفراهيدي يخدم نظام التقليب نظام التقليب. أشو يسمع نظام التقليب؟ طبعا الموضوع دقيق جدا. باش يحصل اللغة العربية أكديوي مثلا الكلمة مرثيلية ثنائية ثلاثية رباعية خماسية ويطبق فيها نظام التقليب بلغة الرياضيات الماتيماتيك مثلا أنا في ذوس ثنائية مثلا قد سين حروف يمثق الضد دقة قد دقة دايما يميل ثلاثي مثلا دين غفارة الغين والفاء والراء إذا دين غفارة وبعدين رافاغة أثنين توضيك لي بروبابيليتي من بعد فلا يوثي حساب سيماتيماتيكي نذيث فلاس سياغة 15 فيلم يلقى تدافع وقي واجب المنزلي واجب المنزلي سلي ماتيماتيك يعني وقي عالم في اللغة ولكن يستخدم علم الحساب باش يفك لك كل بروبابيليتي ياكو باش كيني ولا شا ولا لي فرنسي تعرف ناخد كلش يود هكا الما يبضل ما ذي الفعل الرباعي ذي الفعل الخماسي ولكن استخدم شي قواعد حسابيه رياضيه شي تقرغر سنجيو سنض ان شاء الله باش سنادي مديكس اتزرمان داي الصوض ولا الخليل بن احمد الفراهيدي اينو زينو 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 ذا نسى شو كفغا يفغا شي قارض خدم احصاء للغه العربيه باش ولا شوال راه يرولن سكويني دنيغ يسمع يسعى عزيمه كبيره جدا أما كان ديال سويكيني كي ثق ذيليث سنخت سياكو يوارد ديني ولاكي مما ينفيد إلى قنهافي أنظر يارد ديني ولاكي صافي لم يتسيلا في إيمانيس باللي يسنتق ذيليث مليح أسمي سناني الشافعي ولاكي الشافعي شوف هو عالم في اللغة وزيد عالم في الشريعة وأول كتاب ذي الأصول هو الذي ألفه كتاب الرسالة لابني الإمام الشافعي ذا شو سين الشافعي إن يسأل العرب شغلة ما كني هو يسكن الخليلة سل قدريس سل قميس إن يسأل العربية لا يحصيها إلا نبي سيقال شغلة الأنبياء العربية لا يحصيها إلا نبي. نعطيكم تفاصيل مهمة في الدرس القادم في مجال اللغة العربية. وقال المبرد وجد إمام في العربية ولكن ببغداد إلا ذا ابن عصفور وجد إمام العربية ذي الأندلس سبحان الله كل يوم ستان بول يقوم كانيس وإلا القدر يرسم ميوسانا اسمه ظنري والمستوى ميوسانا لدرجة أنه يقول مين داولة ثياوض إما ثيوافق إما أثي خالف الحجة ماشي خالف تعرف
أسير ذا الشبحان كسين هذا فركان نو استموسني. لذلك تجد الدين السبكي رحمه الله وهذه من عبقريته أنه جمع الاختلافات في اللغة العربية ليوظفها في علم الأصول كما سيأتي البيان. إنك شو قذقي وقال المبرد وابن عصفور إنك المقصود بها ظرف مكان ظرف مكان. ولكن الزجاج الزجاج ضوقي عالم في اللغة العربية صاحب كتاب عظيم اسمه إعراب القرآن الإعرابي وعر مليح ماشي ذهب عمر إلى السوق لا لا أكدي عربك القرآن الكريم يكو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوه سنة ولا نوم أكدي دخلناك الإعرابي نس. المسألة ما هيش سهلة صعبة جدا وتدي خدمني ونسمي الزجاج بالمناسبة يسمون سن سوسن سلخذمان سن سلحرفان سن خطر زيه تعيشين ما تشيس الدبلوم تعيشين سلحرفة فمض يوني خدم ذي تجارة يوني خدم ذي زجاجة ماجي يوني خدم الفلاح يوني خدم سوسن سلحرفة سن بكل تواضع. ولكن القراية خدمتي القراية دايا لذلك ثموسني سعى القيمة يعني ممكن الدنيا في المقدمة ذي دول متخلفة عموما من سعى الحدث يحبس كلش هكذا يكون الدنيا من سعى الحدث يحبس القرى يحبس كلش. في كاوند مثال ناون لبنان ذيك الحروب القيرات كلش القراية جامد حبيس بالعكس نندم الميث قوى القراية مليحة وكذا الإنتاج العلمي دور النشر دور الطبعة خدمت ذي الوقت الفتن العلماء خدمنا شغل سن نكويد الدولة قي النظام ماذا الماتش هذا يحبس كلش الماتش تحبس القراية في كل ولدي منسي ولا شيء نسي لو نغطى عنا ذنت عايك ننسي ولا شيء منسي نسي الماتش مشكلة على بالك تقول ظاهرة مرضية ذي المجتمع نحمليه ميو ظهر نهلي راكم معايا في الخط المسفهم نسعى الحدث نهضر في ثمورة النغة ذي البداية هي ثمورة النغة سن ذي قير حالة أتي الصرب بي صرق إن شاء الله. ولكن قد كمل شغل نظام ماشي يحبس كلش كل شيء ذي بلوكي كلمة منظر أمي بعد تلقى في الأحد يخدم خذ ميس ونخدم كل يخدم خذ ميس من بعد كل يوم شغلس. السلام عليكم إن شاء الله ربي يقدر خير إن شاء الله وتعالى. يلا صاحبي نبضر الزجاج وقي عالم في النحو نال صاحب عرب القرآن أكد الزمخشري خلفا عندما شي ظرف ما كان هو ظرف زمان إزمر ذاك تريد ظرفا للمستقبل مضمنا معنى الشرط غالبا مثلا يمدينا رب سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله مدنزل آياني ما زال لم يأتي نصر الله صافي المستقبل. شوف هذه قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم شرط ولكن دقي إذا تسد للمستقبل إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الصورة وندر مجيئها للماضي والحال يعني تجدين سبكي إن تجي من باب الندرة يعني تأتي قليلا أحيانا تأتي للماضي وللحال. نبضدر السابع الحرف والسبعة وجاك وقرأت الحروف يوضدر يو الحرف اسم الباء الباء ولذلك هذا الحرف باء ألف باء يسدي الترتيب رقم اثنين ذي الترتيب الألف بائي وذي الترتيب الأبجدي كيف كيف أبجد أيضا ذي المرتبة الثانية الباء تفيد معاني أكثر من 15 معنى يسعى كلمة الباء أكثر من 15 من المعاني يقسى الحرف حرف الباء إما الباء للإلصاق ولكن دغ الإلصاق يسعى المعنى الحقيقي يسعى المعنى المجازي حقيقة أو مجازا. طيب قبل فكاوك المعاني يجي
كنت سمكتيغ ذي صورة مثلا المائدة أي الخامسة والأي السادسة مدى هذا ربي سبحانه في الأعضاء القرآنية الأعضاء القرآنية ذي الوضوء ذا شو سنت اقرأ الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم عضو قرآني وقف فرض لقاس السير وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أنا حفظ دين صافي مسح الرأس ذي الوضوء فرضنا السنة فرض يسدي القرآن ولكن البأني إيمي يتصل معاني يسعى مخالف العلماء أي غرب باش نسوسع الخاطر النغ اختلاف العلماء فيك ولي الميكس لا اختلف العلماء يتقلق أشي ذا مخالفا يا إما ذي تقلق خاطر الزراعي غير مخالفا سي مخالفا استموسني ماشي مخالفا سالهوى خاطي اختلافهم لي مسوغات لغوية لأن الكلمة أو الحرف إذا تعددت معاني الكلمة إذا تعددت معاني الكلمة وتعددت معاني الحروف بالضرورة لازم يختلف الفقهاء لازم يختلفوا إلى قد مخلفوا واختلافهم رحمة نغثيك ودفض بعضنا نجد بعضنا هذه الطفيون المعنى اللي ذوا بالسيف تغنت ذا زعما ديش متغنت يقتنع برأي عشان الذوا ويلغي الآراء الأخرى هذا المشكل صافي يا ذي روحك يا ذي روحك ذا شو تلمست إذا الوسطية أنه إن ذوا قيل لا وقيل لا وقيل ولا لذلك العلماء خلف ذي الباء لأن العلماء دينا ممسحوا برؤوسكم المعنى يس الإلصاق معنى مثخذ مضاكة سرسكن نفسي فوق الروح يكفي هذا المعنى إلى المعنى والسين التبعيض برؤوسكم يعني بعض الرأس يجزي مثخذ مضاكة دوشة شي شوية كان يكفي إما تخدم ذاكا نكوي ذي المالكية إلا قد تروح ذاكا ودغض السنة وقي عندنا وعند غيرنا يجوز وقي يجوز وقي يجوز وقي يجوز حكا وانت ما شو تسوى وتزايريني ميقوالا يوني خدم كانكا خدم كانكا ذغا جزائر سي قرار أروفير خلينا نكون يظهر العلم نغا بيبري إنيس أروفير وين الناس شارع الناس يجوز يجوز الناس خاطئ الناس ربي واحد الوضو واحد أكي يرقيون التونيل ربي واحد ولكن الوضو لا لا وكي يجوز وكي يجوز صافي مليون يغل الوضو يتسو ألم يديك الشمر ذا قوس الجمعة يطفم كان دين يمشتد باللي وري مسيح حرق الرئيس على بالك يجوز وستطفش طبا ما سمي قيم كان دين يجوز ذا يجوز تفض روح عود الوضو ياك ذا يجوز تفض تكمل سقرو ذا الساون اقرو غير مزاغي ضر هذا في سي دي سوليسيون في كل انت هذا كي يحتمل الحال تحوج الفقهي لو كانت سيدي الكعبه شريفه في وضوء الكعبه في كواس الجمعه باش تاخذ الوضوء الى قاك ساعتين باش تفوض تاخذ الوضوء ولكن ما الا تصند الفقه هاكي اما زمزم لا بالك غورشي لا ندير قصاشي دميتي كان خدمه كثفر واحد ناس الحمد لله الحمد لله معناتها معرفه الاحكام الذي يطوف يخدم اربع اشواط يخسر الوضوء يمشي يخدم لا قد يفاق ايمان الذي عشر يذنا إن كنت يخسر اللوضو سيني قيم في كان داكي نروح عندنا اللوضو نقيم ساعة ونص سيما دنو غادي نفني اثنين غادي يخسر اللوضو كنسينا وين هنا سيما داغ اللوضو غادي نكاز الزنزة
نسعيش كان غلا مش راغد كي لقاني لي يتسنى كني لا ياكل يا إما عند ما زرو ما نسعى التيمم بما ولاش وسر ديريك مباشرة نكمل تخمضك التيمم وراك تكمل عادي نكملوا عادي وطوافنا صحيح معناتها لذلك العلماء نند اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة هذا السابع الباء للإلصاق وقيل معنى الأول بعد شو دي نتاج دين سبكي إند حقيقة ومجازا شو معنى حقيقة ما رد نض فلان به زكام به زكام المعنى يسيث واضو يسيث بحري به زكام مصفى الجنراتور يوثيث كلمة ضارب كذا يوثيث ضارب شحال يسمع إما ضارب المعنى يوثيث ضرب مثلا يفكد لمثل ليكزومبل ضرب له موعدا حدد له موعدا كلمة ضرب ساعة أكثر من 25 معنى الجزائر يستخدم من أكثر أكثر من 70 خاطر كاس خمية كي ضربت قهوة ضربت تدويشة ضربت وحدة تاي ضربة إلى ذي كلش يشم ذي كلش ستادير سي جزائر أكثر من 70 ما إذا عرفت أكثر من 20 تعرف الفصحى إذن ما ديني الباء للإلصاق حقيقة كقولنا به زكام معنى الزكام التصق بي انطض سلهلاك انطض التصق ما لذ المجاز مجاز استنض سي الحاج ذي الفجر عديد في الليل استعرف الدينير انسكيني مررت بك مررت بك يعدد في الله صافي ديك السماجاز ماشي الحقيقه يعدد في الله اكيد مسام فروندي وعدد في الله وهم الجامع يعني مررت به اما المقصود بها التعديه كقول الله عز وجل ذهب الله بنورهم معناها اكسسنت ذهبه ذهب الله بنورهم بنورهم سورة البقرة 17 إما المقصود بها الاستعانة الاستعانة مرد مثلا نعم واستعذ بالله بارك الله فيك واستعذ بالله بيجي تفيد الاستعانة ظلف المعونة يا ربي استعانة نغادي نض كتبت بالقلم كتبت ب استعنت في الكتابة لتحقق الكتابة بالقلم بسم الله بارك الله فيك بسم الله يعني باسم الله تستعين بالله عز وجل إما غدس السببية فكلا أخذنا بذنبه سورة العنكبوت الآية 40 ما عندها ضرب في الأقوام التي عاقبها الله عز وجل أم كل قوم عاقبه بذنبه يعني مدين فكلا أخذنا بذنبه شو المعنى يس كلا عاقبناه بسبب ذنبه فلما نغر تاريخ الأقوام كل يوم وذ طوفان وذا ضوء وذا كل وش يفك ربي سبحانه هذا فكل أخذنا بذنبه إما سعى معنى النظام تصل معنى السعى والمصاحبة المصاحبة كقول الله عز وجل في سورة النساء الآية 170 قد جاءكم الرسول بالحق معناه الحق مصاحب للرسول في دعوته بالحق معناه يك يمشي قاعد يديش قاعد ربي وسلسل الحق ذات بالحق سورة النساء الآية
170. نختموا بالمعنى الأخير وبعدين نرفع الأذان. والظرفية، الظرفية كقول الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، سورة العمران الآية 123. المقصود بالباء هنا ماشي الإلصاق، ماشي التبعيض، ماشي المصاحبة، ماشي السببية، المراد بها الظرفية. ربي قال ولقد نصركم الله ببدر، مكثيثت أمشي ربي نصركم أندا ظرفني ببدر في غزوة بدر الكبرى لم يسمى ربي سبحانه يوم الفرقان إذ كنتم أشهدين وأنتم أذلة من بعد فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.